بكره كابتن محمود الخطيب هيعقد اجتماعا مع مجلس اداره النادي لمناقشه احداث نهائي دوري ابطال افريقيا. كابتن محمد ابو تريكه على تويتر عمل تغريده كان بيطالب فيها الاهلي بانه ينسحب، واعتبر ان دي بطوله، الانسحاب قرار الانسحاب هيكون بطوله في حد ذاتها، اعتراضا على القرار الظالم على حد وصف بيان النادي الاهلي كمان لوجود النهائي في المغرب في وجود نادي الوداد، بالذات مع التوقيت المتأخر جدا لإعلان القرار. النقطة الأصلية الخاصة بي، هل نلعب النهائي في المغرب أم لا؟ بالنسبة لي طبعا إدارة الأهلي بكل تأكيد هتصارع على حقها، والصراع على الحق هيبقى بإنك تاخد أقصى طاقتك وأقصى قدرتك على الضغط سواء على الاتحاد الإفريقي أو باستخدام أسلحة وأدوات أخرى زي الفيفا والمحكمة الرياضية و ما إلى ذلك. استنادا على نقطة محورية جدا وهي توقيت إعلان القرار بالملعب المستضيف للمباراة النهائية، لكن بصراحة يمكن المشهد مرتبك جدا بكل تأكيد، كل قرار ما أعتقدش أنه هو لازم يتاخد بس مجرد نزعة، بس مجرد إحساس بالفخر، بمعنى أن قرار الانسحاب ممكن يكون بطولة زي ما كابتن أبو تريكة وصفها، وممكن يكون ليه تبعات زي ابتعاد الاهلي عن دوري ابطال افريقيا في سنين مقبله لو في عقوبات على قرار شبه كده. فدراسه النقطه دي هامه جدا قبل صدور اي قرار، لان بيتبعها حاجات كتير. ممكن يكون عادي بالنسبه لك ان الاهلي ياخد القرار ده ويكون قرار مصيري في شكل اداره افريقيا لمسابقاتها او الاتحاد الافريقي لمسابقاته، ويكون الاهلي بطل الدرجة دي. ممكن تكون قوة الاهلي قوية وقاهرة لدرجة تمنع الاتحاد الافريقي من انها تسيب الاهلي يطبق القرار ده وتتراجع، كل دي حاجات ممكنة. لكن ممكن في نفس الوقت الاتحاد الافريقي يبعد او يقصي الاهلي من المنافسات المقبلة لدوري ابطال افريقيا بطبيعة حال الانسحاب من النهائي ده بعقوبات او حاجة. لو ده احتمال ممكن، فاحتمال يكون يتبعه كمان حاجات زي انك ما بتنافسش على بطولتك المفضلة، بتسيب المنافسين ليك يقربوا منك في عدد الالقاب، بتقلل عدد الالقاب اللي بتكسبها سنويا، بتبعد نفسك عن كأس العالم للاندية. فكل حاجة لازم يكون ليها وزنة، وكل حاجة لازم يكون ليها حسابات. لكن الحاجة اللي مفيش شك فيها، وبالنسبة لي دي النقطة الأصلية اللي لازم كابتن محمود الخطيب يبقى عارف هيتصرف معاها ازاي، هي ألا يتكرر هذا الأمر. وعشان لا يتكرر هذا الأمر انت بقيت محتاج انك تبص على كل الأحداث اللي حصلت، بداية من فكرة الخطاب اللي وصل للاتحاد المصري، وليه ما وصلناش منه نسخة، وليه ما اتكلمنا، وليه احنا ما عرفناش من داخل الاتحاد الافريقي ان في خطاب للاتحاد المصري بيخاطب الاندية لذلك، ازاي نجبر الاتحاد الافريقي انه يغير طريقة اعلانه للدولة المستضيفة لمباراة نهائي دوري ابطال افريقيا. لان سهل قوي انك تبص على النهائي السنة دي وما تبصش على حاجة تانية باعتباره حقك، لكن كمان مهم جدا جدا بالنسبة لي انك تبص على النهائيات المقبلة، لان الاهلي مش فريق نهائي واحد، هو مش هيقفل النادي بكرة، هو بعد بكرة ان شاء الله يكسب اللقب، بعد ما يكسب اللقب هيكون عينه على اللقب اللي بعده، وعينه على اللقب اللي بعده، وعينه على اللقب اللي بعده، وهكذا. وبالتالي مهم قوي ان النادي الاهلي يضغط اقصى طاقة باقصى طاقة لي، لكن كمان يعالج اي قصور حصل سواء بعلاقة مع اتحاد الكرة، مع الاتحاد الافريقي، مع الاتحاد الدولي، يشوف الغلطة كانت فين، ويشوف ازاي يمنع ان الحدث ده يتكرر مرة تانية. في نقطة كمان مهمة جدا، ان الاهلي لازم يستغل قوته وشعبيته الجارفة في انه يوصل يجبر الاتحاد الافريقي ويشد الاتحاد الافريقي لتطبيق النقاط اللي كلها بقت علامات استفهام غريبة، زي فكرة اعلان وقت اعلان الملعب، زي فكرة توقيت دخول الفار في المسابقات الافريقية متأخر جدا، زي حاجات كتير. وبالتالي الاهلي محتاج انه موقفه فعلا يكون مهم، ويكون موقف قوي وجاي من نقطة قوة كبيرة، وهي قيمة النادي الأهلي في أي مسابقة بيخشها. لكن كمان في نفس الوقت مع الانتباه لأن أدواتك وخطواتك تكون محسوبة، بحيث أنك ما تتضرش على المستقبل على مستوى التسويق. وأعتقد أن قوة الأهلي كبيرة جدا في أن هي تضغط على الاتحاد الإفريقي لأن المسار لازم يتعدل للطريق اللي هو في النهاية ما فيهوش ميزة للأهلي أو لغيره، هو طريق الصح. ما
مفيش حاجه في الدنيا، مفيش منطق. انا متفاهم جدا ان ممكن حد يقول الاهلي هو اللي ما بعتش، او اتحاد الكوره هو اللي عليه اللوم في انه ما بعتش الاهلي يقول لو عايزين تستضيفوا المباراه النهائيه لازم تقدموا، لكن في نفس الوقت مفيش اي بني ادم يقدر يبرر التوقيت اللي تم فيه اعلان ملعب النهائي، متاخر جدا، متاخر لدرجه تدعو للريبه، تدعو للشك في نزاهة الاختيار، وبالتالي طبيعي جدا ان دي حاجة لازم تتغير في الفترة الجاية.